بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم في التوتوريال دوت عن الـ Strings and Arrays Type. دول نوعين موجودين في الـ PHP كنوع من أنواع الـ Data Types. دلوقتي يعني إيه String؟ String بشكل عام إحنا لما اتكلمنا عنه قبل كده قلنا إن هو عبارة عن كلمة، دوت اللي إحنا نقدر نقوله Text أو كلمة. فبالتالي انت تقدر تكتب السترينج دوت جوه سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن او الهير دوك او النير دوك زي ما قلنا قبل كده. النير دوك تقريبا تقدر تكتب فيها سترينج او تكتب السترينج بشكل عام جوه السترينج انتربوليشن اللي هو الهير دوك والنير دوك من خلال البي اتش بي 5.3 تقريبا. طيب ده بالنسبه للسترينج. اما بالنسبه للاريز فهي عباره عن كوليكشن من سترينج، مش شرط يكون سترينج بس، ممكن يكون كذا نوع من الداتا، مش شرط يكون سترينج. خلينا مثلا نقول ان الاري هتبقى عباره عن سترينج وبوليان وانتجر وفلوت وهكذا. طيب خلينا نقول مثلا نبتدي نكتب ان البي اتش بي مثلا الفار بتاعنا، او مثلا نقول السترينج بتاعنا بيساوي هلو وورلد، ونقول فار دمب سترينج. طبعا شيء بديهي جدا هيقول ان هو عبارة عن string. طيب خلينا نشيل دوت ونقول مثلا نكتب بقى array. ممكن مثلا نكتب واحد ونكتب اتنين ونكتب true ونكتب اتنين مثلا ونص. ماشي، خليهم كده زي ما هما دلوقتي. طيب وبعد كده نقول var dump string. هي بقى في الحالة ديت مش string، خلينا نقول array. خلينا نرجع هنا، هتلاقي ان هو بيقول لك array متكونة من اربع حاجات. اول حاجة، اول خانة عندي string عبارة عن رقم واحد، تاني خانة عبارة عن integer عبارة عن رقم اتنين، بعد كده boolean true تالت حاجة، ورابع حاجة اللي هو float اتنين ونص. ممكن ميكونش باين اكتر فنخليها تبان. نعمل منظر دوت، نعمل ايكو بري برنت ار للاري. خلينا نعملها بالمنظر ده، دلوقتي بقت باينه اكتر. كل اللي رجع لي من الاري ديت انها اول حاجه متكونه من واحد واتنين وواحد واتنين ونص. الواحد ديت عبارة عن اللي هي ترو، أما الواحد ديت اللي هي عبارة عن انتجر زي ما شفنا في الفار دامب من شوية. طيب دلوقتي ايه الفايدة من الاري؟ الفايدة من الاري انها تقدر تعمل كوليكشن من انواع من المتغيرات. ممكن ما يكونش متغير واحد يعني، او ممكن ما يكونش كذا نوع من الداتا تايبس، ممكن يكون تايب واحد مثلا، ممكن يكون بالشكل ده كده. دول دلوقتي على ايه؟ سترينج، الاربعه سترينج. فانت ممكن تخليها كذا حاجه، ممكن تخليها نوع واحد في الاري كلها، وممكن انك تعمل ميكس زي ما احنا قلنا. مفيش اي مشكله. الاري بشكل عام ما بتكتبش المنظر دوت، الاري بتتكتب كده زي ما هو كان عامل كده بالظبط. اري نيم المتغير يعني كان المفروض تبقى بالمنظر ده، الاري نيم. بعد كده تقول الاري دوت الكي والفاليو زي ما احنا شايفين دلوقتي، اللي هو بيبقى دوت الكي بتاعها ودوت الفاليو بتاعتها. طيب فدلوقتي احنا كنا ممكن نشيل دوت خالص ونقول array ونرجع هنا تاني ونشيل ده، وبعد كده نعمل print r. هتلاقي انها نفس الحاجه، ما فيش اي مشكله. طيب دلوقتي ايه الفرق، او يعني ايه اللي خلاها تتغير من المنظر دوت للتاني؟ خلينا نعمل كده. هتلاقي ان هو قال لك من اول بي اتش بي فيرجن 5.4 تقدر تشتغل بالريبليس الاري ديت ب السكوير براكت. طيب دلوقتي بالنسبه للاري، سوري بالنسبه للسترينج، فانت تقدر تكتبها فور ديفرنت وايز، سنجل كوتد والدبل كوتد والهير دوك والناو دوك، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. وفي نفس الوقت تقدر تعمل السكيب بالباك سلاش لو انت بتكتب مثلا اي ام، او مثلا تكتب حاجه بالمنظر ده، فبالتالي تقدر تعمل لها سكيب ما فيهاش اي مشكله. طيب احنا كده دلوقتي عرفنا برضو قبل كده ازاي نعمل كونكاتينيتنج
للكود بتاع السترينج. اما بالنسبه للاري فاحنا مش هنتكلم عنها اكتر من كده لانها ليها كلام كتير قوي هنتكلم عنه قدام، لان الاري بشكل عام ليها انواع، وازاي تعمل اكستراكت، ازاي تاخد نوع معين او خانه معينه من الداتا وتخليها تظهر من الاري ديت. الموضوع دوت لسه هنتكلم عنه باستفاضه قدام. اما لحد دلوقتي فانا يكفيني انك تعرف يعني ايه الداتا تايبس بتاعت الاري، سوري الداتا تايبس بتاعت البي اتش بي بشكل عام. طيب اعتقد ان يكون انتهى التوتوريال دوت، اتمنى انه يكون توتوريال بسيط. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.